أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر خير نفوك بلابنا يا آيات الله بقول إيسوا إيشانات وصورة البقرة كمدة، وأن سوق أن عشر خير نخنطن إيشانات أنه كله جرن سورة اللواد وصورة البقرة. وإله سبحانه وتعالى نوصى ورمي عشر كين يجب دمليهي أهدي نبي الله نوح يكهريهي لغصوا بالله أهدي أبونا آدم بك وحي أهايبا إله نوصى ورمي سبحانه وتعالى إن إيمان أي خصم نايين أي عقيدك لي أي حميس نايين أطوي شيء زمن كمركي بني آدم كوصوفه غادي خلاف أويبيدي وبعضنا أي كفار نغدين بعضنا أي نغدين ضد مؤمنين أي نغدين أرنده مركي تميري أي إلهي سبحانه وتعالى نبيال أيو أصوات دواه رسولة الرسول هي يوله إلهي وقفرهم جنوب بشارين أيه فك ما ركيا كفرين أروي الدقاء كتبت إلهي رسول أيو الأصوات دري حقنا ما أيونا كل الأصوات دري سوى حوية رسول شارس أما كتاب كاسدك لحوله وحب ميوهي سو خلافين الدين مركي إثماء يسن خلافين لإلهي الدين إلا كوا كتاب كالسيام ويانس وضبك مركي دين تلسيي أيه السلافين وبعضنا كتاب ويهما بعضنا ويسكفرين الجوين أو ظاهر مركي إيمانين كبعد إلهي وحدانين فسوصالين عيه أردت أسنوحا إهدوء إلهي بغي أمد قيان إحد قلوب ومركا سبح وضع هذا حقا قاربة طيب إلي إلهي سبحانه وتعالى وهو هلو يكوهم إيه وهي السخرافين أو حقه إذا دب إلهي أيضا أردت أسأيتها والله يهدي من يشاء بالإلهي ألا وهننا يا قفه الدون إلى صراط المستقيم طريق وتوصل أيكوه من إياه إلهي هو سبحانه وتعالى أسر لك بعض يا مؤمنين أم حسبتم موحى ضم الأيتان أن تدخل الجنة الجنود إلى الجريسان والحال لما يأتكم لم يأتكم أو سن إذين إمان مثل الذين كوي مثل كوي مثل الذين شبه ما أتى الذين ويه كو وحي اي مدى وحشبها كو اصو خلوت من قبلكم انك ورسينو مؤمنين ولكن اوهي محا تابته مصدت محا تابته الهي سبحانه وتعالى البأساء باس ايا تابته شغ فقر شدريس ايا كبعضي يا والله راه ورعو مرض وزلزلوه لكي قلوت الهي ومدعوه راه مؤمنين تاهي بلا ينع عيال هذا ايا الوق القلي حتى يقول الرسول رسولك وقت يسجد انت اوكي لهذا يا الذين كوا امنوه من يمعه من اليسا متى غرمان نصر الله الى نسجي سأهانيا نسجي الهي غرمان الهلايا الرسول الهي بركة يسجي الهدين الله حقي سأيان لك اجيبه وحالي الله هو البراري ان نصر الله الهي نسجي يسو قريب ومده سأسياني ايضا هذا مركة يروه عام ايتهي وهذا المسؤول كيدو هذا وقت رسول كان عليه الصلاة والسلام أياتي باكين فربدا بفك مسلمين تأصيبا
كوا سوء وذا إيمانا يحق كفارك وذا إيمانا إلا ددك مسلمين تا وهذا يقباطه وذا ليش إيه حوق بلانت ودواتي كسو قاري سجالة وي عوضا روح الشيطان با إن أهمتان وإهالي غزوه لديه جل غزوة الأحزاب دي إلهي لا رسولة الأحزاب أو تيدوناه مركي قالوا أي هريريين مقالوا المدينة أي هريريين ووحا وي اسكو ريجيين دبك مركا فسو قلع ايه ودينك اي كبوين ايه ايه مقالي انا يسوق قلعنا وحا ادحي يسوي خندق ما شاف رقاق ولي غزوة الخندق نوالي لا لكن تتديس دي لا اله الا سورة الاحزاب امتيدونا ايه ومركا في التوانك ناي اهايين وهي اهايين توانك وحا اهايين من كان او مارك يا قالوا هو في صوبه المسلمين تمركا قربان بغان ايا كل عضي ومركا سخوف بغان ايا كل عضي ويضع عرصنا صحة مركز في وهلنا ويضع عرصك لأبو ريسي وها مسلمين تقول احجري صدح بقوله المنافقين وقال هذا الله الشقائية اياكو احجري ايضا انا مركز في سوء بستمر كدبا تضعص ايضا علي الهي سبحانه وتعالى وهو مركز دفع مؤمنين تأشيه ايا انا مركز في وحوي الهي الجنديس اللي بهليه في افكع يارع يارع ومركز في افكفر إلى جنود الوهلين وجنود أي مركز أي رفت جهد بلان أي رفته لابد أن أي تهي بدك أن نقوه ريو ومريه نقوه ريو مؤمنين تهي لما تبقى الدنيا خصوة قبصة أوك لإنه نقبطان يسوف بركة بدك مؤمنين تهي وحالوا ذلك يا كفلي أي الله ذلك يا إلى يقول سبحانه وتعالى أم حسيت موحى أم ليسه هأم ليه وي ما بقي خريسو إن جنود الله قلوء دواصلعان وي أم حسيت موحى إلهي موحى أم ليسان أن تدخل الجنة جنة إلى إسكوجي ليسان الإله ولما يأتكم ملحى لما يأتكم أي لم يأتكم أوصن إذين إمان مثل الذين وهذا ماذا هي شبه ما أتى الذين وي كوي وحي أي ملي وحمط القوضة هو الشبهة خلوت من قبلكم إن كورتين أو مؤمنين وعوي ذاتك نور يوم مؤمنين تهي وعقل عي محنين فربناه عي مركا وي صبرنا إلهي ليه هاي هاي نمكن صبر سيدو ديو خلق مركا هذا دبك إيمان في مجرد كيس الويد إلا إيه وطول إلهي حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مركا ذوبها إلا سبحانه وتعالى والحال لما يأتكم إيه لم يأتكم أوصن إذين إيمان مثل الذين يشبه ما أتى الذين كوي وحوي من وحش بها خلو تجا من قبلكم إن كنتين أو مؤمنين هاي وي مركز كل عائله وحنا وشيدا يقول له هو داي مصت محا تابطو الالهي البأساء باس اياقات بأساء وحال يوضا واشدة الفقه يالين فقه الدرن اياقو داي بدك مؤمنين تا فقه واقفيدا يا فقه لغاس روا شيء الهي قدر كيسا غلهيسا كميرا انه وصف رأيا للدورة يا فقه ومركز وحاقه كميدي هاي باسك ايو كميدي هاي شدد أيوك مديها وهي الله إنسانك لباس أودي ثلاث كيس أيوك مديها هي والله الراء نور أيوك لهي نور كان السجر وحوية ليه وشدة المرض جبين إيه فقر إيه وحا صورا وحما كافي صور لعي جري وأمر كافي بدك إله مؤمنين تاهو وناس إله فصول جحيم جريواي وهي الله الدين المصور هذا لو نقض إله قدر كيس غليه سوي أيك مديهين إله جنريه سوي ليه سلوك عليك مديهين مركا دبك وحال الهواء دبك مؤمنين تهوني اغاذان انا مركا في امتحان لعن ادنيوية ان لا سمينين هو ادنيوية وحد معايا وح مركا في الهي قد رؤي هاي قفك مؤمن كان الوجه هو هاي هذا يقول له هو ده يزل سلوه لك الجرود ده الهي از عجوب بانواع البلاء وي بلا يوم عيال كاله ايه اللي يوك الجرود ليسوك ايه حتى يقول الرسول فصولك انت وكيم كير اهلي فصول كان وحوي فصول في وقت يسجو غي او امداس امتحان كاسو قدع ايو مركز لجو غي ايا لقودا وهذا الهي نوع بين ايا ايضا خصوش اي جوغان او دبك وناسن اي جوغان ان مركز مصائبتنا دبك مؤمنين كايس ودع جفي محايا هذا الهي هنا حتى يقول الرسول ده الهي فصولك انت وقبه ومركز رسولك يتاقنا ارمتان ودعبي يو الذين كوا امنوهم يمع رسولك اثم ايجيس بك مؤمنين تعيوا بيدهم ويوليهم استبداء للنصر وهي تأخر سبان ويجب أن نعي مركز وأرسان نصر إله إيا بوهد وحاني إلهي
شدني أيا وحي جارسين يال آدي آدو دباسة بلان مركا ساعة وحاوية قلوبك وإصلاحات ليسا أذنكو ناس مير هدين ميا وحيا وبدان أيا خواضر أيا إيمان أيا متى قرمو نصر الله إلهي نسلي ساهادي قرمو أيا نسلي إلهي ونويا وينهري جونا سيدانا دباسة بموها إساهي إلا مركا سي رسولك يدفت مؤمنين سيئكي لدينا الإله سبحانه وتعالى مركا ساعة إلهي يقول حق الله لك أجيب مكة الله إلهي ألا هوي برأروه إن النصر الله إلهي نسريس جرجارك إلهي أذين جرجاره قريب مثل واي نسر إلهي وأدويها إصابها اللي إسأبكايا أيضا وحالا يقعدنا أيضا علمه أنه إذا اشتد الكرب كان دعاء بالفرد مستجابا أدوه حوالي الخبض أي دهاته إلهي سبحانه وتعالى فرد لو يديسو الله الله بريوال أجيبه وأطول إلهي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويصف السوء أنت أن هذا وقت هذا رسول كان عليه الصلاة والسلام مركا نفسه قابنه هو قصوه هو قصوه في الأحزاب إذا ما خدق أي دعضي ومؤمنين في مدينة ما يروا بلغ السوء هريري إلهي سبحانه وتعالى سدر دوا أيه الحقيقي رسولة الأحزاب وأطول إلهي فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ذلك مؤمنين فهو الله وضع ديكوك الصوانادان وإلهي نفس أي ويديسان قل إلهي إني وحسي لعين أي خميان عدو هو الإلهي وهو الزرقارية عدو هو إلهي الدلائي أي خدرية يسألونك وحي كالسؤال يا نور إلهي سيدك محمد تهو ماذا ما الذي نفك ينفقون أي بحين عيان وحا أي بحين عيان حول هذا أي سويدين عيان قل وحا أسره الإلهي ما أنفقتم لها بحسان أو من خير خير فللوالدين لبدوا والدوا أسو ناضي يا والأقربين قرابدا يا ولد تاما أغونتا يا والمساكين مساكينتا يا وابن السبيل جدك إنكيس هذا هو السائل كانوا وعام هرطا وواتا سومرج القاعدة لهذه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص صوت لكن مركز أيضا يسودلي في سائل كمركز نبي عليه الصلاة والسلام أردت أن سؤاله وهو هاي من لبيه جري عمر ابن الجموح لبيه جري من كانوا هو هاي من أضيع أو مال بغن أيوه هاي رسولك عليه الصلاة والسلام أيوه لك سؤالي وحا أود بحنا أيوه إيا ضدك أوصينا أيوه حوالها أود بحنا أيوه إيا ضدك أوصينا أيوه أيو نبي عليه الصلاة والسلام أوك سؤالي مركا أرنتاس أيوه كسؤالي مركا أساد جوازين إلهي سبحانه وتعالى سلام وقد ذي إلهي مركا أسبوه كل رسول كيسة يسألونك وحي كسؤالي أدى عبد المركا في الجمع على يد ذي سؤالك سؤال صوت ماذا أيها مركا جوازين إسلام ماذا ما الذي ماذا اسم استفهام ويقوم تداوي ذات نوحة ويواء اسم موصول وبمعنى الذي هو خبر كيبئة جملة ينفقون تواصلة الموصول عائفة لما حدوث وايو ينفقونه لميرك على سوق الدروي معناه وحاوية أصحاب صادة كالسؤال يا الشيء شيء أي بحين عيان إنه يوهي مركز استهلان أي بحين عيان هل ينفقوا أي ينفقون بما تيسر ولو حراما أو يتجرون الحلال في الآية وها مركز أسهل أو أي بحناية هذا مركز وحوية حوالها لبحناية مركز حوالها حلال إيهين أي إلهي أقضايا ماذا من الذي متك ينفقون أي بحناية الذي ينفقون هو قلها أسرار إلى سيدة محمد كأو جودة ما كي أنفقتم أي بحنايسان أو من خير خيرة انت بيانيوي مرك هذا من خير المرك اللي هي وهو الشمدين على أمور كلية وح قليل هو يا وح كثير هو بدن بل وح أتره الإلهي ما كي أنفقتم عاد بحين إنسان أو من خير خير أي رأى سبب ناضي فللوالدين لبدا والده أصول ناضي لبدا والد الله فينا يا والأخذين قرابة يا واليتامى أغونتا يا والمساكين مساكينتا يو ابن السبيل جدك إنا فيس هذا معناها حق مركا سوى حوية أحقية أم أولية واحد ذات كان عيالا هم أولاد به وي عيالا خصيحة بهم واحد فهذا إمكان خليه إن لسينا عيو أو وحي أيوة سوى رأى لسينا المعنوه ساسمها وعلى الغوضة شوية مركا اللي بحين عيو ذات كان عيالا خصيحة بهم على الغوضة إنت كالنواء لسيطرة ووحك سوى دير قيان لك أو وحل في أجر أو رسولك عليه السلام إيها إيه مارسة يا حيوان كبورجوكتا يا هدي الله سيئ كل أجراء للهلية يا حديث صاروس فللوالدين لماذا الوالد أيو أصبنا عضي
oo ayaga ayaa ku haboon iyo wal aqrabiina qaraabada iyo wal yataama agoonta iyo wal masaakiini masaakiinta dadka fuqarada oo waxba haysanin iyo wabni sabiil jidka inankiisa qofka musaafirka oo safarkiisa markaasi kusaabku ahay beledkiisiba haddii uu doono qani ha ku ahaado algariib lmusaafir weeye haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa tafcaluu wixii aad fashaan u ilaahay oo min khayrin khayr ah infaaq iyo qaybkiisba weeye wixii khayra xoolo la baxsho ama saqayrkooda sida hadal jilacsan oo dayib ahoo kaleentood oo qofkii saa'ilkaa waxba haddaan loo haynin war wanaagsan oo la yidhaahdo wamaa tafcaluu wixii aad fashaan u ilaahay oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alla bihi kaas caliimun allay ku cilmina weyn waana laysku jaasinayaa marka hadda markii infaaqi la sheegay dadki ku haboon ilaahayna uu noo sheegay subxaanahu watacaala wixii la falo oo khayra infaaq iyo qeyrkiisaba ilaahayna u caalimsiyaayo addoonki sameeyay uu ku jaasinaayo halkan ilaahay wuxuuna leeyahay kutiba waxaa lagu faral yeelay calaykum turkiina alqitaalu dagaalka ayaa laydinku faral yeelay marka hadda dagaalka jihaadka hadda waxaa meeshaa loo keenay ayadoo infaaq laga soo waramay jihaadku wuxuu u baahan yahay markaasi naf iyo maal oo la bixiyo ayuu u baahan yahay marka ilaahay wuxuu yidhi jihaadka waktiga la faray ee waktiga rasuulkeena bacda hijay ahaaday dhowr iyo todobaatan aayadood ee annagii jihaad looga reebay farlucayn ayuuna noqonayaa oo saaadoo kale ah haddii waxa weeye cadowga gaalada markaasi dal oo markaasi bilaadda muslimiinta ka mid hadii uu kusoo diido haddii waxa weeye cadowga uusan dalkeenna soo gelinne masalanba beledkiisa u joogaa annaguna aanu raadinayno oon u aadayno meesha markaasi isaga markaasi ee dalkiisa aan u aadayno markaas isagana farlukifaay weeye marka jihaadka marna farlucay weeye marna farlukifaay weeye mar laga fadhiisanayo ma jirto kutiba waxaa lagu farad yeelay dhahe alle caliim murkiina alqitaalu dagaalka ayaa lagu farad yeelay waxa weeye gaaladii lala dirara weeye walxaal huwa dagaalkuna kurhun ka hasho lakum idinka idin yahu dha ilaahay haddana ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala dagaalka dabciga basharku waa taanaya min jihati dabci weeye marka hadda dabcigu inuu kahanaayo kama laasimaysaa la yidhi xukunka ilaahay markaas in lagu kahanaayo bal waxuu ka mid yahay min baabi mukhaalafati nafsi nafta oo la khilaafo ayuu ka mid yahay oo waxa weeye nafti ma haddii ay kahanayso in nafta la khilaafaa loo baahan yahay ee hadda kahashadaas ay iyadu iska kahanayso loo raaci maayo walxaal huwa dagaalkeeda ilaahay jihaadka ahay kurhun kahasho lakum idinka idin yahay maxaa yeele waxaa ka xasilaya mashaqo fara badan ayaa ka xasilaysa oo naf iyo maal intaba waa lagu weynayaa dagaalka waxau ka dhahay alla wacasaa waxaa mudan u dha ilaahay aan takrahuu inaad kaataan shay-an shay walxaal huwa isaguna khayrun lakum mid idin khayr u yahay waxaa dhacaysa o xaqiiqa ah shay inay nafteenu ay kaato hase yeeshee khayrku isaga uu noogu jiro sida jihaadkao kale jihaadka nafteenna way kahanaysaa laakiin waxa weeye khayr ayaa noogu sugan naftoo la khilaafana way noqonaysaa nafsuna way ku cisoobaysaa walxaal ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wacasaa waxaa mudanow dha ilaahay aan takrahuu inaad kaataan shay-an shay casaadan qur-aanka markay ku jirta iyo axaadiista rasuulka calayhi isalatu wasalaam xaqiiqo weeye ee sii tarajid ahayd oo kaleentood bahan weye xaa ilaahay subxaanahu watacaala axaada bikulli shayin cilma weeye casaada meeshaan iyaduna taama weeyo waa sila dhiide tagtafi bimafruucihaa weeye saas weeye marka wacasaa waxaa mudanow dha ilaahay subxaanahu watacaala an takrahuu inaad kaataan shay-an shay wahuwa isaguna khayrun lakum mid idin khayr badan uu yahay wacasaa waxaa mudanow dhahay allah haddana oo xaqiiqa an tuxibuu inaad jeclaataan shay-an shay wahuwa isaguna sharun lakum shar uu idin yahay maxaa yeele shaygaa naftu jeceshaa naftaa u iilanaysaa naftu waxayd u iilataaba shahawaadka u iilataa taasoo markaasi nafta halaageeda keenaysa waa naftu jeceshaa hadday u iilato laga celi waayo nafta halaagaa ugu sugan naftu waxay ka kahanaysane markii markaasi lagu layliyo oo loo celiyo waxa weeye markaasi falaaxeeda iyo liibaanteeda ku sugan waxay ka cararsaa naftu takaaliibtay ka cararsaa takaaliibtaas ay ka cararaysana nafta sacaadadeeda ayaa ku sugan marka macnaha waxa weeye falacalla lakum fi lqitaali wain karihtumuuhu khayran aa leeyahy waxaa markaasi xaqiiqa ah dagaalka inkastood kahanaysaan asaga ayaa khayr idinkugu sugan yahay liana fiihi ima dufru walkaniima aw shahaada walajr maxaa yaele dagaalka in waxa weeye guul laga helo kaniimana laga helo oo gaaladii laga guulaysa lagana kaniimaysto
أما سوحوي قال لي الشهيد لقول نغضوه ميش نفس الهوى أجهنا لها له لما رأس أيام مركا سام مثل إيسان ميشة بحيني مركا لا يسا إيروه يأسغى هذه اللي يأسغى الدغال كره وها ميشة كجسة وإن أحببتموها ضد علاقاني شرا وي شرا نقون إيسا لأن فيه ذل والفقر وحرمان الأجل محايدة الدغال في الجهاد كلا يسا وها قصوا وها قصوا الذل با قصوا فقر با قصوا أجل كل يسكه وجاء يا قصوان بركة تاوى عوية ضم إذا نبت مكة كان يسلف الله أمرنا بما أنتاس لذلك أنه هذا مثل هذا أن تيومي إلي أمطر وعين هنا وذا أمطر وكفاية هنا وذا ماذا نقول هنا والله الله والإله يعلم ويؤجي إلهي سبحانه وتعالى وهو عالم فيها وحي إذن خيره بركة وحي إلهي سبحانه وتعالى خير وموجود المامو أيان خير أقاضنينا وحي إلهي شر موجود المامو شر بان أقاضنينا معايا لما صالح دي إلهي إستجع إياه نجي قانا والله الله والإله يعلم اللي هي عالم تأوي وهي خير دينا وأنتم إنكم صلى الله تعلمون من أكسون دين مالك وحاوي وحي إلهي دين فرعي ودك دغا واي وحي إلهي دين فرعي ودك دغا ساسو لي إلهي سبحانه وتعالى مالك وحال ربا إيه إلهي سبحانه وتعالى نفرعي وحاتنا ودك دغنان وفغب هاي يسألونك وحي كاسؤالا يا نور إلهي عن الشهر بليه الحرام او حرمض لهاي تتال دغال اي كاسو الايان وفيه في الشهر الحرام اهادي بلوها اتلا دا تتال دغال وفيه بلا حرمض لها حرمض لها احوار اهادي كبير وابدوين وصد الجيرين عن سبيل الله الى جدك سليس جيري او دينك الهي ليسو ديدو ايه وكفر كفر او بيه بالله الله كفريو ايه والمسجد الحرام مسجد الحرام او ليسك جيريو وأخرج أهلي أهل كيس الله جبحي من المسجد الحرام حديث الله جبحيه أياس أكبر وي عند الله الكيسة دقال بلا حرمة للغد قال ساسا خسير درج هذا نوع الله نهال أوهو والسنة تصميبه والشركة أيا أكبر كوين من القمد دقال كقالي شركة عبها يسان أيا وحو كوين هاي دقال بلا أشو الحرم كالي دمكورة دقاله أيضا أيضا سوى نسول كيف يشير دون أيها أحكام وكجره ولا يزالون كزوير ما أنا إليك فارت يقاتلونكم يا إذن لدك على ما المؤمنين حتى يهدوكم انت إذن انت إذن كعلين أيان عن دينكم دين كما قال مدين كعلين سبعوها بيئي كاريا أصلا يا شيء ومن يرتدد هو إحنا قلوه في الدابو بها الله هو منكم إذن كإذن كمير عن دين دين كي سكر الدابو دين تتبح فيموت من تول حال وإسونا كافرون قال إيهي فولايك وقوة سود إلهي حبيبة أعمال معماشود ويبرتي في الدنيا الدنيا يكون بالتي والآخرة آخرة هذا لسوا قادم ماي وولئك قوة صور إلهي أصحاب النار نار أصحاب خير وي هم أيون فيها ناس نحيد خالدون قوة قوة راي وي مرك هذا عيادة وهي إسكالاب هي سوى نزول نواء إسكالاب أحكام مرك سنورة نواء قطع لغيسة أهير مرك سبع علي ما دام هذا جهازك أيدي كورهما يأينو كل حجر ماي أيا هذا إذن بعض جهات تهيذي أو بعضي أيا مركز آيادة إذن الوغو حمايا مركز بل هذا آيادة إيسا ونسول كيد إيا أحكام تخجرت إن شاء الله تعالى وحانكو قرد ونا عشر كين الدنبو أصيش هذا عشر كين إنت أسوك إذهي ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.